بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا ينصرهم. الفيديو ده هو اعظم فيديو وريك ان الهرمونيك تشهد السيكتور نوت فيزيت سيلينج، الالتراسونيك تشهد السيكتور زي الهرمونيك، او لو كان لي بطارية ويد بس اسمه سونوسيجن. ده واحد من الحاجات اللي هو ايه تشهد السيكتور نوت فيزيت سيلينج. الهرمونيك بيكون لي تو بليدز، بليد عليها بلاستيكا وبليد ان معلهاش بلاستيكا، بليد اكتف وبليد ان اكتف. جماله فين بقى الهرمونيك ده؟ جماله ان هو تشهد السيكتور بس ما تاخدش بيه مثلا نيوترين ارتري، ما تاخدش بيه اي بي ليجامنت، ما تاخدش بيه، يعني هو تشهد السيكتور خلاص نوت فيزل سيلر خلاص. فهو كتشهد السيكتور جامد جامد يعني، فاهمني؟ فده واحدة من الحاجات اللي هي الساكروبيكس، احنا هنحط مشفى بنسلك. سيبك من التسليك، انا اهم حاجة عندي ايه؟ بص، الهرمونيك كتيشود السيكتور هو بيخش بين التيشوز، وكهيموستيزيس هو هيموستيزيس على قده، يعني يقدر ان هو اللوز اريولا التيشو ده يقدر يعمل هيموستيزيس كويس جدا. فانت بتخش في اللوز اريولا التيشو بالهرمونيك، الهرمونيك جميل رائع، بس كتيشود السيكتور تشو ايه دي السيكتور زي ما انت شايف كده خلاص، اهو 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 سويبينج. انا هدخل من هنا علشان المش زي حرف الواي، فهو لازم يكون ليها تو لمب قدام واللمب الوحيد اللي ورا. فده من الحاجات اللي هي جميله كتشد السيكتور هو الهارمونيك، ثانكس تو ذا هارمونيك اتشد السيكتور. بص بيمشي ازاي وسط التشو وبيعمل الهيموستيسيس اللي على قده، هو ما بياخدش هيموستيسيس كبير، لا يتولى مهمة الهيموستيسيس الهارمونيك. محدش يضحك عليك يقولك اللي انا اشتغلت هيستريكتومي او راديكال هيستريكتومي بهارمونيك وبس، ماشي؟ انا يعني مش عاوز اقولك ان معظم الحالات اللي بتتفتح بوست اوب بعد التي ال اتش هو سببها ان هو استخدم هارمونيك كتشو كفيزل سيلر، وده غلط وذنب لا يغفر له، تمام؟ فده من الحاجات المهمة الجميلة اللي لازم تعرف ان الهارمونيك هتشهد السيكتور انا فيزل سيلينج. وده يعني زي ما انتم شايفين اهو، احنا دخلنا الناحية التانية اهو وسلكنا البلادر، وهنا هنكمل تسليك. شوف الهارمونيك بيعمل ايه، بص اهو اهو، ده مش من الناحية دي ولمب من الناحية التانية.